البلدية بغيابه حضرة أعضاء البلدية المحترمين أم جواد والأستاذ جمال والشيخ، أهلا وسهلا بكم. حضرة مدير قسم المعارف الصديق أبو خالد، أهلا وسهلا بك. حضرة رؤساء البلديات السابقين الأخ أبو سليم، الأخ مصطفى أبو ريا، أبو شادي، إذا موجودين أهلا وسهلا بكم. زملائي مدراء المدارس، الأهل الأعزاء، المحتفى بتخرجهم، الحفل الكريم مع حفظ الألقاب والمناصب، أهلا وسهلا بكم، وعذرا إذا نسيت أحدا منكم. في نهاية كل عام تختلط لدي المشاعر وتمتزج الأحاسيس، ينتابني شعور بالغبطة والسرور لتخريج باقة سادسة من باقات البيان، وشعور آخر بالحزن والأسى لفراق أصدقاء وأبناء قاسمتهم السراء والضراء مدة 3 سنوات. الحفل الكريم، لقد أنجزت مدرستنا هذه السنة إنجازا تاريخيا جديدا عظيما في رأيي، حيث وصلت نسبة البجرود، رغم أن المدرسة مرة أخرى أكرر ليست مدرسة انتقائية، يعني نحن نحتضن جميع الطلاب من الإعدادية على مستوياتهم، ووصلت النسبة إلى أعلى نسبة تصل إليها المدرسة إلى 76.6 في نسبة البجرود، وهذه من أعلى النسب في الوسطين العربي واليهودي. كما عودناكم دائما على تخريج مميز بالأخلاق والعطاء بالتميز والنجاح، وقد تمكنت المدرسة من الحصول على أعلى المعدلات البجرود في جميع مدارس البلاد العربية واليهودية، المعدل كان 76.6 بس للمعرفة. شرف لي أن أقول بفضل المجهود المتواصل لإدارة المدرسة والهيئة التدريسية وجميع العاملين فيها، فلكم منا جزيل الشكر على هذا العطاء. لجان الآباء عملت وستعمل بتواصل مستمر مع إدارة المدرسة ومع إدارة البلدية لتوفير ما أمكن من النواقص في مدارس تخنيئة وتوفير ما هو أفضل لأولادنا. لجان الآباء عملت على تواصل تام مع الطلاب لإعطائهم الدعم والأمان في مسيرتهم التعليمية. عشان هيك ما فيش بقاموسنا اشي اسمه فشل، فانتو طلابنا وانتو ابنائنا وانتو سفراءنا وين ما بتكونوا. لاعضاء الهيئه التدريسيه مدير ومعلمين ومعلمات، نتائج البجروت الاخير يا استاذ عفيف ان دلت على شيء بتدل على انتماء وعطائكم لهذا البلد، فانتو يا صانعي
الرجال في بلد الرجال. انتوا اللي صمت الاماني في بلد الخير والمحبه. انتوا اصحاب الايدي البيضاء. فباسم اهل سخنين، باسم نواب واعضاء المجلس البلدي، بنقول لكم يعطيكم الف الف عافيه.